كشفت أرقام مشروع الموازنة العامة للعام 2021 أن إيرادات الحكومة من الغاز الطبيعي تساوي صفر، فيما قدرت في العام الحالي بعد إعادة التقدير بنحو 122 ألف دينار، بينما كانت إيرادات الحكومة من الغاز في العام الماضي 1,300,000 دينار، ما طرح تساؤلات في الشارع حول مشاريع الغاز الطبيعي والتابعة لشركة البترول الوطنية ومصير إيرادات الحكومة منها. للإجابة عن هذه التساؤلات ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الخصاوني، مدير عام شركة البترول الوطنية. أهلا بك سيدي. أهلا بك، مساء الخير. ما حقيقة ما أظهرته أرقام مشروع الموازنة العامة بأن إيراد الغاز الطبيعي سيكون صفر في العام المقبل؟ نعم سيد الكريم، سبب صدور قيمة الصفر في بند الموازنة هو يعود إلى صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2019، في نهاية العام 2019، يهدف إلى دعم شركة البترول الوطنية، وذلك بأن تقوم شركة باستخدام حصة الحكومة المتأتية من إيراد مبيعات غاز الريشة خلال الأعوام 2020 و2021، وذلك لتمويل برامج وعمليات الشركة وتحديث معداتها وتحسين أداء العمل. لذلك قامت الشركة ابتداء من عام 2020 بالتوقف عن توريد عوائد الحكومة المتأتية من بيع الغاز، لذلك حتى في عام 2020 لم يكن هناك إيرادات متأتية من بيع الغاز. نعم، طب كم يبلغ إيرادات أو كم تبلغ إيرادات الشركة من الغاز الطبيعي، وكم تبلغ حصة الحكومة من هذا الإيراد؟ طبعا هو في عام 2020 يعني حصة الحكومة نمت أكثر من مما هي كانت عليه في عام 2019 وقبلها. الحصة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليون يعني في مقدرة في 2020، وذلك تبعا لسعر الغاز التي تقره الحكومة شهريا. نعم، طيب كيف استفادت الشركة من دعم الحكومة بإعفائها من الإيرادات على خطط الشركة؟ وهل كورونا أثرت على أعمال الشركة بالتنقيب، وخصوصا أن هناك كما أعلنتم عن نتائج مبشرة لحقل 53؟ نعم، كان لدى الشركة برنامج يعني خطة عمل بالقيام بحفر 4 آبار على الأقل، يعني كنا نتوقع أن نحفر المزيد من الآبار خلال العام 2020، لكن بسبب الجائحة حدث عندنا تأخير يعني كان أكثر من 1.5 شهر بشكل مباشر. نعم، وتأثير في عملية توريد المعدات وشركات الخدمات التي نحتاجها، نحتاج إلى القليل من الخدمات الإضافية من الشركات العالمية لبعض العمليات المتخصصة. وصلت آخر هذه المعدات بتاريخ 15-11 الشهر الماضي، واستطعنا إكمال البئر الثانية، والحمد لله كانت نتائجها جدا مشجعة، وما زلنا في عمليات التقييم والفحص. نعود إلى موضوع حصة الحكومة التي تخلف عنها الحكومة لتسهيل تقديم الدعم وتسهيل العمليات وتحديث أسطول الشركة الذي أصبح قديم، يعني أغلب إحنا أسطول الشركة الموجود حفاراتنا كانت هي من قيمة رأس مال الشركة العيني الذي أسس عليه في عام 1996، وأصبح أغلب عمر المعدات الموجودة عندنا يزيد عن 30 عام. ولتوفير كلفة الصيانة على المعدات القديمة، لذلك تقوم الشركة بتحديث أسطورها تدريجيا، كذلك التوسع في عمليات الحفر والتي تكون أحيانا مكلفة. طيب يعني طب لو تحدثنا عن حجم كميات الغاز المتوقع استخراجه من الحقول المكتشفة أو من الآبار المكتشفة، وهل هي مناسبة لموقعها الجغرافي مع الدول المجاورة؟ يعني حجم الغاز في هذه الدول؟ طبعا كل حقل في العالم يعني يختلف عن الحقل الثاني، يعني من حيث الكميات ومن حيث سهولة وصعوبة الحقل. حقلنا يعني يتميز منه من الحقول الصعبة وليس سهلة، لكن الحمد لله يعني مع مرور الزمن أصبح لدينا تطور جيد، وأصبح لدينا خبرة تراكمية نشأت منذ تأسيس السلطة إلى الآن. يعني الفشل في بئر يعني سيقدم معلومات جيدة، والحمد لله يعني حصلنا على معلومات الآن، توفر لدينا معلومات قيمة. نعم، ولدينا موديل جيولوجي جيد
ونعمل عليه يعني من العام 2019. سيد محمد، يعني هل يتوفر لديك يعني ما حجم كميات الغاز المستخرجة؟ كميات الغاز التي تم استخراجها منذ اكتشاف الحقل في عام 1986 والذي بدأ الانتاج في عام 1989 هي 229 مليار قدم مكعب لغاية الآن، استخدمت جميعها في توليد الكهرباء من خلال محطة غاز الريشة الموجودة في الموقع والمربوطة مع وسط الأردن من خلال شبكة النقل الكهربائي. نعم. طيب يعني حجم إنتاج الغاز يعني حاليا في 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 هذه الأيام، وأين أنتم أو أين يتم توجيه الغاز المنتج من الشركة، وكم يساهم في توليد الكهرباء؟ حاليا كميات الغاز التي تباع يوميا إلى محطة توليد الكهرباء تتراوح ما بين 14 إلى 15 مليون قدم مكعب. نعم. على الرغم من أنه لدينا قدرة استطاعية إنتاجية حوالي 19 مليون باستثناء البئر الجديدة. نعم. لكن يعني بحب أحيطكم علم أنه محطة توليد الكهرباء الموجودة في محطة غاز الريشة هي أقدم محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في الأردن. طب وأصبحت يعني عمرها متقادمة، وحتى التوربين الرابع الأخير العامل تم التجديد له على الرغم من افتراض. طيب لذلك هي كفاءتها يعني ضعيفة. سيد محمد، كم يساهم في إنتاج الكهرباء الغاز؟ حوالي 5%. 5%. طيب نعم. بشكل سريع سيدي، يعني خروج شركة بريتش من التنقيب عن بتروليوم، بريتش بتروليوم من التنقيب عن الغاز في مناطق امتياز شركة البترول الوطنية، ما حقيقة هذا الأمر، وهل ما زالت هناك مبالغ مطلوبة من الشركة البريطانية للحكومة؟ أخي الكريم، يعني خروج شركة بريتش بتروليوم الأردن كان وفق أحكام الاتفاقية الموقعة معهم آنذاك. الاتفاقية كانت تسمح لهم الخروج بعد قيام وضمن تنفيذ البرنامج المرحلة الأولى التقرير، إما الاستمرار أو الخروج، وذلك بعد تنفيذها التزامات المتفق عليها بالاتفاقية والتي تنص على حجم معين من الأعمال وإنفاق حد أدنى من المبالغ المالية، وقد التزمت بتنفيذ البرنامج كامل من حيث الأعمال وأنفقت ما يزيد عن المبالغ المرصودة. مجموع إنفاق الشركة على حفر بئري 46 و47 والتي كانت نتائجهما سلبية وكان كلاهما جاف، والمسح الجيوفيزيائي الذي نفذ بلغت حوالي 400 مليون دولار. سيد محمد الخصاوني مدير عام شركة البترول الوطنية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.